الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة هو عن أصعب المواضيع، ومع إن في أكتر من شخص طلبوا مني إن أنا أتكلم فيه بس أنا كنت مأجله، ولكن جه الوقت اللي نكشف فيه المستور ونغوص في أسرار هذا العالم. أيها السادة، إنها مشكلة المشاكل ومعضلة المعاديل. ما علينا، هنتكلم النهاردة عن الكهرباء وربنا يستر. ويا مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من يخوب بالعربي، اول حلقه في السنه الجديده بقى. وسنه جديده ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. في اول 3 حلقات غطينا مواضيع تخص البوت اونرز، ولكن الكام حلقه اللي جايين دول هيخصوا اكتر الناس اللي شغاله في الملاكه، ميكانيكيه، مهندسين، كهربائيه كده يعني. فلو في اي حد اونر بيتفرج علينا ممكن يكمل الحلقه عادي، هو اقل يعرف مركبه شغاله ازاي. موضوع الكهرباء موضوع كبير ومش هنعرف نغطيه لا في حلقة واحدة ولا في حلقتين ولا في 3، فهنبدأ مع بعض وربنا سهل. علشان نبقى متفقين من الأول، مفيش حد كده ينفع يبني مركب كده من نفسه، يعني يجيب كهربائي سيليسيوم بتاع شقق وبتاع موبيليا وبتاع فايبر ويلموا له الدنيا يعني ويعمل له مركب. أي مركب عشان تاخد الهال ايدنتيفيكيشن نمبر اللي اتكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت، سواء بقى بتاخده من هيئة التفتيش والسلامة البحرية أو أي هيئة تبع النقل البحري، لازم 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 المركب تتبني بستاندردز وريجريشنز معينة. سامعيني اللي في مصر؟ عشان أنا شفت العجب هناك. وفي الحالة ديت لو مركب أوروبي هتتبني وفقا للأيسو، ولو مركب امريكي هتبني وفقا للفيدرال ريجوليشنز والاي بي واي سي ستاندردز. وطبعا من ضمن الريجوليشنز والستاندردز ديت هي الكهرباء. فالكهرباء مش مبنيه اللاوي، واللي هو السلك ده محمل حطه ولا البتاع دي قويه اركبها وكده يعني. طبعا احنا مش هنتكلم بالتفصيل هي الستاندردز والريجوليشنز ديت، احنا بس يعني هنحاول نلم الدنيا كده بسرعه عشان الناس تبقى عارفه. وطبعا ايه هو الفولت والوات والامبير، ده طبعا يعني كتب ثانوية عامة بتاعت الفيزياء، ومع نفسيكوا بقى عشان مفيش وقت. اي مركب 30 قدم وانت طالع يعني بيبقى عامة يعني عليها 2 سيستم كهرباء، واحد دي سي سيستم واحد اي سي سيستم. الدي سي سيستم اللي هو دايركت كارنت، وده تيار مستمر يعني، وده بيكون 12 فولت، وفي بعض المراكب في بعض الابليكيشنز بيكون 24 فولت يعني. والاي سي سيستم او التيار المتردد يعني اللي هو عندنا في البيوت بيكون 220 او 230 فولت، وفي بعض المراكب اللي هي جايه من امريكا بيكون almost 120 فولت. بس احنا مش هنتكلم على اختلافات المراكب الامريكي والاوروبي في الحلقه دي، هنركز اكتر على الكهرباء. ده تقريبا في معظم المراكب شكل الدي سي سيستم، وهنتكلم في اول ايتم فيه اللي هي البطاريات. اول حاجه لازم نعرفها هنا ان البطاريات انواع وتصميمات وتطبيقات مختلفه، بس هنركز على البطاريات الموجوده في المراكب، وهما مبدئيا نوعين: ستارتنج باتري وديب سايكل باتري. وكل بطارية لها استخدام. الستارتنج باتري وصفتها ان هي تدور الموتور فقط، عشان كده سموها ستارتنج لان هي بستارتد انجن، ومصممة ان هي تخرج امبير عالي في وقت قليل، بس لازم تتشحن في ساعتها، يعني تدور لك الموتور تتشحن في ساعتها، لانها غير مصممة ان هي تفضى لا على المدى القصير ولا على المدى الطويل. يعني التاني يا خير، البطاريات دي غير مصممة انها تفضى. الناس اللي بتغير بطاريات كل سنة، ركز معايا. احلى تحية لصديق البرنامج بطل احمد عبدالله حبيبي. يعني البطاريات دي لازم على طول تفضل مشحونة، والبطاريات دي بتتقاس بوحدة اسمها Cold Cranking Amps او CCA، والCCA دوت عبارة عن رقم تصنيفي للبطارية مناسبة للموتور المناسب، بحيث انها تلف الموتور لمدة 30 ثانية متواصلة في درجة حرارة سالب 18 من غير ما فولتج دروب ينزل اكتر من 7.2 فولت. وفي بعض المحركات بتقولك البطارية مناسبة بالمارين كرانكينج امبس، فلو عاوز تحسبه بالCCA كل اللي هتعمله ان انت هتضرب المارين كرانكينج امبس في 0.77. وتاني نوع بطاريات معانا هي الديب سايكل باتريز، ودي مصممة ان هي تخرج لك تيار بكميات قليلة على المدى الطويل، يعني سلو ديسشارجنج، ودي تتقاس بالامبس اور. نخلي بالنا الامبس اور حاجة والامبس حاجة تانية خالص. وحاجة مهمة هنا لازم نقولها، الناس اللي بتشتكي من البطاريات اللي هي حضرتك استلمت بطاريات تستخدم البطاريات بحكم انها ارخص. النعمه ولما بتنفجر كده بالهاتش بيطير بقى وكده تبقى مسخره خالص يعني. وفي ماركات بتعمل لك بطاريات اسمها دوال بيربز باتريز، يعني تمشي ستارتنج باتريز وتمشي ديب سايكل باتريز، اللي هو حوار يا اختي كده ينفع وكده ينفع يعني، بس انا شخصيا مش برجحها.
تاني حاجة لازم نعرفها هنا هي الباتري كيمستري أو كيمية البطارية، ودول كالآتي: فلويدد باتري وليثيوم باتري. بطاريات الليثيوم تقريبا مش هتشوفها في حياتك لأن هي غالية جدا 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 جدا، يعني أنا شخصيا ما شفتهاش في حياتي غير مرة واحدة، يختي كان بيبني في إيطاليا وبس، غير كده ما شفتهاش في حياتي نهائي. لكن الفلويدد باتري هنتعاجن فيها. بالنسبة للفلويدد أسيد باتريز أو ساعات بيتقال عليها ليد أسيد باتريز، هما نوعين، ويركزوا معايا عشان هيبقى فيه لوك لوك كتير قوي، يعني فلويدد ليد أسيد باتريز وسيلد فالف ريجوليتد ليد أسيد باتريز أو SVR. الفلويدد ليد أسيد باتريز هي أحسن من البطاريات وبنستخدمها من سنين، واسمها فلويدد ليد أسيد عشان خاطر الإلكترويد فيها هو ليكويد أسيد وبالتحديد سوفيريك أسيد أو ماء النار، وطبعا لازم نعملها صيانة دورية ونزود لها ماء مقطرة. والسلف ديشارج في البطاريات ده بيكون 15% في الشهر، يعني لو البطارية دي تثبت شهرين هترجع هتلاقي ربع البطارية طاير حتى لو تثبت على الرف. والبالك رينج فيها بيكون من 85% ل 50%، يعني 35% يوزبل كاباسيتي. واحد برنس يقول لي يعني ايه يوزبل كاباسيتي؟ اقول لك يا سيدي، يعني لو اشتريت بطاريه مكتوب عليها 600 امس اور، دي معناها التوتال كاباسيتي بتاعت البطاريه، ولكن البطاريه مش هتديك 600 امس اور، هتديك 200 امس اور، يعني 35%. ليه؟ اقول لك ليه؟ لان دي كميه الامس اور اللي الفولت فيها بيكون من 12.6 فولت لغايه 11.9 فولت، وبعد كده اي حاجه بتشتغل ب 12 فولت بتقف. يعني تكنيكلي البطاريه مشحونه، بس عاوز تستخدم بقيه الشحن بقى توطي الفولت، وده طبعا مستحيل. ونتكلم عن النوع الثاني من البطاريات، السيلد فالف ريجوليتد ليد اسيد باتري، ودول ثلاث انواع من غير ما حد يشتكي. اول نوع هو الجل باتريز، وده سعره طبعا مرتين سعر الفلويدد ليد اسيد باتري، واسمها جل باتريز عشان خاطر الالكترويد فيها بيكون ان جل ستيتس او في صوره جل يعني. ودي بطاريات مش محتاجه صيانه، بس فيها مشكله صغيره ان البطاريات دي حساسه للاوفر تشارجنج، يعني لو الشحن عالي ملي فولت بتبوظ، فمش اللي هو انت صحيت من نومك وقررت يلا هنغير بطاريات وهنركب جل، فمش هينفع، لازم المركب تكون مبنيه على اساس ان هي ركب لها بطاريه جل ونظام الشحن فيها جل. والسلف ديشارج فيها بيكون 2% في الشهر، وده طبعا فرق كبير بينها وبين الفلويدد. والباك رينج فيها بيكون من 85% ل 30%، يعني بنتكلم في 55% يوزبل كاباسيتي، يعني لو شاري بطاريات 400 امس اور هتديك تقريبا 200 امس اور. وتاني نوع معانا هي بطاريات الاي جي ام او الابزورفد جلاس مات، واسمها كده عشان خاطر الالكترويد فيها بيكون زجاج مقص، وبقيه الخواص فيها زيها زي بطاريات الجل، مش محتاجه صيانه، والسلف ديشارج فيها بيكون 2%، والبارك رينج فيها بيكون من 85 ل 30%، 55% يوزبل كاباسيتي وبس. والنوع التالت معانا هي بطاريات الفاير فلاي، وده الجيل الاحدث من الاي جي ام، وساعات بيتقال عليها الكربون فوم اي جي ام، واتطورت بواسطه كاتربيلر. البطاريات دي ثمنها 3 اضعاف ثمن الفلويدد ليد اسيد، و12 مره لايف تايم مقارنه مع فلويدد ليد اسيد، و3600 سايكل مقارنه ب 300 سايكل. البارك رينج فيها بيكون من 85% ل 20%، يعني بنتكلم في 65% يوزبل كاباسيتي، يعني لو شريت بطاريه 300 امس اور هتديك 200 امس اور. حي وهنا نسال السؤال بتاع كل مره، انا لو جات لي مركب جديده من غير بطاريات اركب ايه؟ وهنا هستعيد بجمله خواجه كان شغال معايا زمان الله يمسيه بخير، وهي RTFM بمعنى ريد ذا مانوال، يعني لو هتجيب بطاريات للموتور او ستارتنج باتري هتفتح المانوال بتاع الموتور وتشوف هو اي اللي يجيب بطاريات كام سي سي اي ونشتريها. انما بقى لو هنجيب بطاريات الهاوس او بطاريات السيرفيس للمركب فهنجيبها على حسب الدالي كونسبشن باور بتاع المركب، يعني بتستخدم كام امس اور في اليوم، وده برضو بيكون موجود في المانوال بتاع المركب. وطبعا بعد ما عرفنا استهلاك المركب كام امس اور في اليوم هنروح نشتري بطاريات نفس الامس اور، صح؟ هو قال لي صح؟ لا مش صح. هتشوف هتشتري انهي نوع باتري كيمستري للبطاريه، وعلى حسب الباتري كيمستري بتاعت البطاريه هتحسب اليوزبل كاباسيتي بتاعت البطاريه اللي على اساسها لازم يساوي اولموست الديلي كونسبشن باور بتاع المركب. فاهم؟ عليا النعمه شكلك فاهم ولا نيله. يعني لو تخيلنا ان مركبك الديلي كونسبشن باور فيها 200 امس اور، فلو هتجيب فلويدد ليد اسيد باتري هتجيب بطاريه 600 امس اور، لو هتجيب جيل او اي جي ام هتجيب 400 امس اور، ولو هتجيب فاير فلاي هتجيب 300 امس اور، تمام؟ واخر حاجه اخيرا هنتكلم عليها في البطاريات، ان البطاريات بتيجي في مقاسات، والمقاسات بتاعتها زي ما انتم شايفين. وبكده تقريبا يعني خلصنا كلام عن البطاريات، واتمنى الحلقه تكون عجبتكم، واستنوني الحلقه الجايه عشان هنكمل بقيه الكلام عن الكهرباء كده، وهيبقى كده. اشوفكم على خير.